بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم دكتورة سامية محمود بناوي، دكتورة التشريح. هديكم ان شاء الله الجزء الخاص بالاناتومي في الكارديو فاسكولار موديول اللي هو بيتكلم على الهارت. قبل ما نتكلم على الديتيلز بتاعة الهارت، نعرف الاول موجود هو فين. الهارت موجود في كافيتي اسمه عندي الثوراسيك كافيتي او الشيست كافيتي. الشيست كافيتي او الثوراسيك كافيتي اللي موجود فيه الهارت اند تو لانجز. الهارت فايتال اورجان واللانجز برضو فايتال اورجانز، فعشان كده بروتكتد ببونز فروم اول سايدز. البون ده البونز اللي قدامي دي اللي احنا هنسميها الثوراسيك كيج. الثوراسيك كيج ده بيتكون من ايه؟ بيتكون عندي من انتيريور قدامي كده من بون اسمها ستيرنوم، على البوث سايدز من ريبس. بوستيريور بيكون في عندي الثوراسيك فيرتبري. نشوف تفاصيلهم. في عندي الاسترنم بيتكون من كذا بارت. اول حاجه خالص اسمها مانيبرم استرناي، وبعدين بادي اوف ذا استرنم، وبعدين الزيفويد بروسيس. الريبس عندي بيكون 12 ريبس اون بوث سايدز. الفيرتبري اللي هي الثوراسيك فيرتبري دي طبعا 12 فيرتبري بوستيريور. الريبس زي ما احنا شايفين اتش ريب هيبقى ماسك عندي في الترانسفيرس بروسس بتاعه الفيرتبري من بوستيريور، وبيجي انتيريور عشان يمسك في الاسترنم. بس وهو رايح يمسك في الاسترنم بيمسك بحاجه اسمها كوستال كارتليج. مش كل الريبس بتمسك في الاسترنم انتيريور بالكوستال كارتليج. من رقم واحد لحد رقم سبعه بيمسك في الاسترنم بالكوستال كارتليج بتاعته كل واحد لوحده. نيجي بقى عندي لرقم 8 و9 و10 بيمسكوا مع بعض، بيعملوا طبعا كوستال كارج زي ما احنا شايفين، وبعدين يمسكوا في الاسترنوم عن طريق الكوستال كارترج بتاع رقم 7. عشان كده من رقم 1 من الفيرست لحد السيفنس بنسميهم ترو ريبس. اما الثلاثه الاخر اللي هم اللي احنا قلنا عليهم اللي هم 8 و9 و10 بنسميهم فولس ريبس. نيجي بقى ل11 و12 زي ما احنا شايفينهم كده مالهمش اتاتشمنت مع الاسترنم، عشان كده بنسميهم فلوتنج ريبس. يبقى الريبس قدامي بتمسك بوستيريور مع في الترانسفيرس بروسيس بتاعه الثوراسيك فيرتبري، وتيجي تمسك قدام في الاسترنم عن طريق الكوستال كارج اللي قدامي. قلنا من 1 ل7 بتمسك دايركت في الاسترنم، 8 و9 و10 بيمسكوا في الكوستر كارتج بتاع الرقم 7 ويوصلهم للاسترنم، يبقى دول اسمهم فولس. 11 و12 مفيش اتاتشمنت للاسترنم، فعشان كده بنسميهم فلوتنج ريبس. الكافيتي ده اللي هو الثوراسيك كافيتي ده فيه الهارت وفيه التو لانجز. يبقى الثوراسيك سكيلتون زي ما احنا قلنا من شويه 12 بيرز اوف ريبس، وعرفنا انواعهم ماسكين ازاي في الاسترنم، انواعهم على حسب الاتاتشمنت بتاعهم مع الاسترنم. وبعدين الاسترنم فيه مانيبرم استرناي، وبعدين فيه البادي، وبعدين فيه عندي الزفويد بروسيس. ما بين مانيبرم استرناي والبادي فيه عندي جنكشن اللي هو هنسميه الاسترنال انجل او الانجل اوف لويس. لما نيجي نشوف الدياجرام تاني عشان نشوف حاجة مهمة قوي قدامي، اللي هي عندي ازاي قسمنا الثوراسيك كافيتي. عندي زي ما احنا شايفين الاول قبل ما نشوف التقسيمة دي، المانيبرم استرناي مع البادي بتاع الاسترنم، قلنا ان في جنكشن ده اللي هو المانيبرو استرنال جنكشن او استرنال انجل او انجل اوف لويس. الانجل اوف لويس دي مهمه عندي عشان التقسيمه بتاعه الميدياستاينم اللي هنعرف. عندي في حاجه بقى طبعا زي ما احنا شايفين الثوراسيك كافيتي ده الاستراكشر اللي هتبقى موجوده فيه اللي هو الهارت والتو لانجز واي حاجه كمان معاهم، هتبقى يا اما جايه لها من النك او جاي او نازله على الابدومين. فانا عندي عشان كده بنقول في حاجه اسمها ثوراسيك انلت زي ما احنا شايفين كده الثوراسيك انلت، وفي حاجه تانية اسمها ثوراسيك اوتلت. الثوراسيك انلت زي ما احنا شايفين كده لو جينا نشوف ده الفيرست ريب، وبعدين في عندي المانيبرم استرناي في نهايته خالص حاجه اسمها جاجولار نوتش، وبعدين بوستيريور هيبقى الفيرست ثوراسيك فيرتبر. دي عندي الثوراسيك انلت ده مدخل الثوراكس.
وبعدين الثوراسيك اوتلت اللي هو في النهايه خالص، اللي هو الدايفرام هيقفل لي الجزء اللي هو الاخير بتاع الانفيرور بارت بتاع الثوراكس او الثوراسيك كافيتي. يبقى في عندي الاستراكشر اللي هي هتبقى موجوده في الثوراسيك كافيتي اللي هي هتبقى محصوره بالثوراسيك انلت والثوراسيك اوتلت. طب ايه الاستراكشر اللي موجوده دي غير الهارت واللانجز؟ لما نيجي نشوفها بالتفصيل هنلاقي ان احنا عندنا ادي لانجز، وادي عندي الهارت، وفي فيزلز، في تراكيه، في طبعا حاجات تانية مش باينه في الدايجرام ده قدامي. طب ما الاستراكشر دي هتبقى عامله لي اوفر كراودد كده وزحمه ومش هعرف افهمها ببساطه. فعشان كده قلنا ان احنا عندنا اللانجز على البوث سايد زي ما احنا شايفينهم واخدين مكان كبير. بعد كده في سبيس صغيره اللي هي قدامي دي اللي هي السبيس اللي بتوين تو لانجز، السبيس دي بنسميها ميديا ستاينم. يبقى ايه بقى الميديا ستاينم؟ الميديا ستاينم عباره عن انه السبيس بتوين تو لانجز انسايد ثوراسيك كافيتي او الشيست كافيتي. السبيس دي زي ما احنا شايفين صغيره قوي، وبرغم ان هي صغيره قوي كده الا ان فيها ستراكشرز كتيره جدا. عشان فيها ستراكشرز كتيره فعشان سهوله ان احنا نعرف الاستراكشرز دي قسمناها. هنشوف قسمناها ازاي. ادي طبعا زي ما احنا قلنا برضو anterior view اهو، ان احنا بنقول السبيس between the two lungs ده اللي هو الميديستاين. هنقسمها ازاي بقى؟ نبص كده للاترال فيو. احنا لسه من شويه ده طبعا الاسترنوم، لسه من شويه قايلين ان عندي المانيبرم استرناي والبادي، في عندي جنكشن ما بينهم اللي هي اسمها الاسترنال انجل. بنقول ان احنا بنرسم هنا لاين between الاسترنال انجل anterior ونوصل لحد الديسك ما بين الفورس والفيفث ثوراسيك فيرتبري. اللاين ده الاستراكشر اباف ات، وطبعا الليميتيشن بتاعه فوق، هيبقى عندي الثوراسيك انلت، ان انا حدودي فوق الثوراسيك انلت. اي استراكشر اباف الليفل بتاع اللاين اللي احنا راسمينه ده هيبقى اسمه سوبيريور ميدياستاين. اي استراكشر انفيريور اللاين اللي احنا لسه قايلين عليه ده الليميتيشن بتاعه انفيريور فين؟ عند الدايفرام اللي هو الثوراسيك اوتلت. اي ستراكشر انفيريور للليمت اللي احنا قلنا عليه اللاين ده هيبقى اسمه انفيريور ميدياستاين. يبقى الميدياستاينم عباره عن انه سوبيريور ميدياستاينم وانفيريور ميدياستاين. بس بنبص لقينا الانفيريور ميدياستاينم وايد زي ما احنا شايفين كده، فعشان كده الانفيريور، وطبعا في كمان الهارت بالبريكارديوم جاي في النص، فعشان كده قسمناه. قلنا ان احنا عندنا الهارت مع البريكارديوم هنسميه ميدل ميدياستاين. اي ستراكشر موجوده in front of heart و posterior للبادي بتاع الاسترنم هنسميها anterior mediastinum. اي ستراكشر posterior للهارت to الفيرتبري posterior هنسميها posterior mediastinum. يبقى الميدياستاينم ممكن اقول superior mediastinum و inferior mediastinum، او اقول superior mediastinum anterior mediastinum middle mediastinum posterior mediastinum. ده طبعا التقسيمه بتاعته. نيجي نشوف التقسيمه تاني. ادي سوبيرو ميدياستاينم انتيريور ميدل ميدياستاينم وبعدين بوستيرو ميدياستاينم. الحدود بتاعته طبعا زي ما احنا شايفين، ده عندي المانيبرا مسترناي، ده عندي كده البادي بتاع الاسترنم مع الزيفويد بروسيس، هنا الفيرتبري. يعني لو انا جيت اقول السوبيريور ميدياستاينم حدوده هتبقى ايه بالظبط؟ سوبيريور هيبقى عندي الثوراسيك انلت اللي احنا قلنا الفيرست ريب والجاجولار نوتش والفيرست ثوراسيك فيرتبري، وبعدين بوستيريور الابر فور ثوراسيك فيرتبري، انتيريور هنا المانيبرم استرناي. يبقى وطبعا انفيريور الليميتيشن بتاعته الاسترنال انجل تو الديسك بتوين الفورس اند فيفث ثوراسيك فيرتبر. طبعا الاسترنال انجل ممكن اقول عليها انجل اوف لويس، برضو ممكن اقول عليها انجل اوف لويس. يبقى ده عندي سوبيريو ميدياستاين. ده دايجرام تاني لنفس الكلام اللي احنا قلناه. ده الميدياستاينم السوبيريو ميدياستاينم، ده الانتيريور، ده الميدل، ده عندي البوستيرو ميدياستاين. نيجي نشوفه بقى انتيرير فيو. انتيرير فيو للميدياستاينم معنى كده ان انا شايله الاسترنم.
anterior view. بصوا احنا هنشوف على التو سايدز، ادي التو لانجز، التو لانجز ريفليكتد عشان اعرف اشوف الاستراكشر دي كويس قوي، عشان الصوره انا عايزه الدايجرامز بتاعت مش بس الميدياستاينم، الميدياستاينم والهارت زي ما هنعرف بعد كده تبقى حاجه مرسومه في دماغنا، لان الميدياستاينم والاستراكشر اللي فيه مكان صغير جدا، عامل زي البيت اللي هو الصغير قوي. البيت الصغير ده بتقدر ببساطه جدا تعرف كل حاجه في محطوطه فين بسهوله قوي، فعشان كده الريليشن بتاعته والاستراكشر اللي هي موجوده فيه بتبقى بسهوله قوي تتعرف لو احنا الدايجرامز معروفه في دماغنا كويس قوي. نيجي نشوف كده، ده عندي الهارت. طبعا هو المفروض عشان نتكلم صح الهارت بالبريكارديوم، بس هنا كده البريكارديوم ديسكتد، وبعدين في جريد فيزلز اهي موجوده، وبعدين في التراكيه. نيجي نشوف بقى انا عندي الحدود بتاعه السوبيروميدياستاين، ما دام في هارت وده مكان الديسكتد بتاع البريكارديوم اهو، المكان اللي هو بتاع البريكارديوم مقطوع، يبقى احنا كده الحاجات اللي هي الاستراكشر اللي فوقيه هتبقى عندي السوبيرو، لها هتبقى عندي دي السوبيروميدياستاين، ده الاستراكشر اللي هي السوبيرو ميدياستاين. حاجات وهنقول بالراحه كده لحد ما نتعود على كل الاستراكشر اللي موجوده، وبص تلاقوا نفسنا احنا بنعرفها بمنتهى السهوله. احنا عندنا ده الهارت، طبعا ده كده احنا رايت سايد وكده ليفت سايد. الهارت اهو ده السوبيرو فينا كاف، وهو في الهارت طبعا اللي هو اهو، هنعرف بعد كده ان السوبيرو فينا كافا له اتنين تريبيوتريز اللي هم عندي الليفت انومينيت فين او ممكن اسميه بريكيوسيفاليك فين، والرايت انيمونيت فين او اللي هو بريكوسيفاليك فين، الرايت بريكوسيفاليك فين. ده السوبيرو فينا كافا طبعا على الرايت سايد، عشان كده الرايت بريكوسيفاليك فين بنلاقيه على استقامه واحده معاه، اما الليفت ده جاي له من الليفت سايد، فعشان كده عامل كروسنج على كل الاستراكشر اللي هي موجوده عندي في السوبيرو ميدياستاين. نشوف بقى احنا هنقسم الاستراكشر اللي في السوبيرو ميدياستاينم ازاي، عايزين نقسمها بسهوله لان السوبيرو ميدياستاينم فيه استراكشر كتير، فاحنا ممكن نقسمها بمنتهى السهوله، اما ان احنا نقول عليها from anterior to posterior او posterior to anterior، او نقسم الاستراكشر دي الاستراكشرز اللي هي موجوده دي نقول عندنا في vessels، في tubes او viscera، في عندي tubes وفيه viscera. طب نبتدي الاول قبل ما نعرف التيوبز والفيسرا نبقى نعملها ملخص في الاخر، نشوف كده من انتيريور لبوستيريور ايه اول ما شلت الاسترنم، او ادق بقى انهي جزء من الاسترنم اللي انا هقول اشيله عشان ابين السوبيرو ميدياستاينم، اشيل المانيبرم استرنال لان هو ده اللي انتيرو ليه. لو شلت المانيبرم استرنال اول استراكشر هيبان قدامي عندي اللي هو ايه، البريكيوسيفاليك فين اللي هو الليفت بريكيوسيفاليك فين اللي هو عامل كروسنج ده، وطبعا هبص على الرايت سايد شويه هلاقي الرايت بريكوسيفاليك فين، وبعد كده هلاقي عندي السوبير فينا كافا. بعد كده بصيت بوستيرو شويه لقيت عندي الارش اوف اورتا، ده عندي الارش اوف اورتا، وبعدين الارش اوف اورتا له برانشز، البرانشز بتاعته نطلع معاها كده، عندي ده اللي هو الليفت كومان كاروتيد فين، وبعدين كده الليفت سب كليفيان فين، سوري ليفت كومن كاروتيد ارتري، ليفت سب كليفيان ارتري. نيجي على الرايت سايد اللي هو البريكيوسيفاليك ارتري، مفيش فيه لا رايت ولا ليفت، البريكيوسيفاليك ارتري اللي قدامي ده. يبقى انا عندي اول حاجه خالص اول ما شلت المانيبرم استرناي ظهر قدامي على طول الليفت بريكيوسيفاليك فين، وبعدين رايت بريكيوسيفاليك فين، ودي السوبيرو فينا كافا، وبعدين لقينا ظاهر عندي كمان الارش اوف اورتا، الارش اوف اورتا له برانشز، عندي ليفت كومان كاروتيد ارتري، ليفت سب كليفيان ارتري، على الرايت سايد هنا اللي هو البريكوسيفاليك ارتري. بوستيريور ليهم شويه التيوب اللي هي موجوده قدامي دي اللي هي عندي التراكيه، دي التراكيه بوستيرو ليها بس مش باين في الدايجرام ده، المفروض يبقى فيه الاسوفجس. طبعا الاستراكشرز دي قدامي على طول من انتيرو لبوستيرو زي ما احنا شايفين. على البوست سايدز هنلاقي فيه نيرفز، يعني مثلا عندي ده النيرف اللي هو قدامي ده، ده اللي عندي الرايت فرينك نيرف اللي هو الصغير اللي باين موجود على الماسلز اللي قدامي دي، الرايت فرينك نيرف. طبعا هنا برضو الليفت فرينك نيرف باين اهو، فيه عندي الفيجاس نيرف
ده الليفت فيجاس نيرف، وهنا ده الرايت فيجاس نيرف. في دايجرامز هتبقى اوضح لكده للنيرفز من الدايجرام ده، بس احنا نرجع نقول الدايجرام ده تاني. دي التو لانكس اهم ريفلكتد، وبعدين عندي عشان اعرف ان انا بتكلم على سوبيرو ميدياستاينم ازاي حدودي هنا، طبعا مش باين اللاين اللي هو اللي احنا قلنا عليه الانجل اوف ليوس ولا الحاجات اللي احنا شفناها في الدايجرام اللي قبله، فعشان كده بيبقى قدامي الديسكشن بتاع البريكارديوم، لان البريكارديوم ده ميدل ميدياستاين. فيبقى اول حاجه قدامي بتبان ليفت بريكيوسيفاليك فين، وبعدين رايت بريكيوسيفاليك فين سوبيرو فينا كاف، ارش اوف اورتا والبرانشز بتاعته ليفت كومان كاروتيد ارتري ليفت سب كليفيان ارتري، وبعدين على الرايت سايد بيبقى البريكيوسفاليك ارتري، بعدين التراكيه وراها البوستيرور ليها خالص الاسوفجاس، بس هو مش باين. طبعا الاسوفجاس هنبقى عارفين ان هو موست بوستيرور ستراكشر. على فيه بقى على الـ على السايدز في عندي ليفت فرينك رايت فرينك سوري رايت فرينك ورايت فيجاس. في هنا ليفت فرينك وليفت فيجاس. نشوف بقى له ستراكشر الدايجرام تاني يبين الاستراكشرز ان ديتيل برضو قدامي اهو. طبعا هنا السوبيرو فينا كافا موجود اهو، لكن البريكيوسيفاليك فينز بتوعه ديسكتد عشان الاستراكشر اللي هي الاستراكشرز اللي هي ديب له تبان. طيب احنا كان عندنا قلنا الارش اوف اورتا برانشز بتاعته بريكيوسيفاليك ارتري ليفت كومان كاروتيد ارتري ليفت سب كليفيان ارتري، وبعدين قلنا ان احنا عندنا تراكيه وظهر هنا عندنا هو الاسوفكس ده الاسوفكس. طيب نشوف كده معانا، هي طبعا هنا برضو النيرفز باينه، ده عندي الليفت فيجاس وعندي ده الرايت فيجاس نيرف، وبعدين لو جينا نبص بتوين في جروف بتوين تراكيه اند اسوفجاس هنبص نلاقي في عندنا حاجه اسمها ليفت ريكارنت لارينجيال نيرف. ليفت ريكارنت لارينجيال نيرف، بصوا معايا في الفيجاس، ادي الفيجاس نازل اهو عند الارش اوف اورتا، هو بيكمل انفيريور بس عند الارش اوف اورتا بيدي نيرف بيدخل هنا كده ويطلع تاني، عشان كده بنسميه ريكارنت. فهو لانه بيبقى هو جاي في ليفل انفيريور شويه وبيرجع تاني عشان كده بنسميه ريكارنت. ليفت ريكارنت لارينجيال نيرف، في طبعا في الدايجرام ده في جزء باين من الرايت ريكارنت لارينجيال نيرف، بس ده موجود على الرايت سايد بس ده مش موجود في السوبيرو ميدياستاين، مش في الليفل بتاع السوبيرو ميدياستاين. احنا بنتكلم على الاستراكشرز اللي هي موجوده في اللي بتتشاف في السوبيرو ميدياستاين. كده احنا خلاص دخلنا او خرجنا من الثوراسيك انلت، الجزء ده الرايت ريكارنت لارينجيال نيرف خرجنا من الثوراسيك انلت، يبقى خلاص ما اتكلمش عليه في السوبيرو ميدياستاين. ما انا عندي الاسوفجس كمان هو والتراكيه دول جايين من فوق من النك، انا بتكلم عليهم وهم بيبقوا موجودين لما بيكونوا موجودين في اللي عندي في السوبيرو ميدياستاين. يبقى ده الاستراكشرز اللي هي عندي اللي احنا شايفينها، ده السوبيرو فينا كافا زي ما احنا قلنا، وطبعا النمونيت البريكوسيفاليك او النمونيت فينز مش موجودين في الدايجرام ده عشان يبين الاستراكشرز اللي هي بوستيريو له. نشوف دايجرام تاني برضو عندي اهو، نقول بقى انتوا المفروض تبقوا مركزين ونشوف بالظبط ايه الموجود. سوبيرو فينا كافا هنا ليفت بريكوسيفاليك رايت بريكوسيفاليك ارش اوف اورتا برانشز بتاعته بريكوسيفاليك ارتري، وبعدين عندي ليفت كومان كاروتيد ليفت سب كليفيان تراكيه اسوفجس ليفت فيجاس اهو زي ما احنا شايفين بيجي هنا كده عند الارش اوف اورتا ويقوم مديني النيرف بتاعه اللي هو اسمه ليفت ريكارنت لارينجيال نيرف، بنلاقيه في جروف ما بين التراكيه والاسوفجس. عندي كمان الرايت فيجاس نيرف، نشوف هنا تاني برضو نفس الدايجرام عشان برضو بيبين نفس الكلام اللي احنا قلناه، يعني ما فيهوش حاجه جديده، نفس الكلام اللي احنا قلناه بس عشان مجرد ان احنا الاستراكشرز تبقى فاميليار وثابته في دماغنا اكتر. نشوف هنا
هنا بقى مش الارش اوف اورتا نفسه كمان ديسكتد، يعني الارش اوف اورتا كمان ديسكتد مش موجود، على اساس طبعا على اساس ان كل الاستراكشرز هنا بقى اللي تبان اللي هي الديبلو، زي ما احنا شايفين دي عندي التراكيه وده الاسوفاجس. طبعا دول الماسلز اللي هم بتوع الباك اللي قدامي، ده عندي الليفت فيجاس نيرف عند الارش اوف اورتا ويديني الليفت ريكارنت لارينجيال نيرف. في طبعا استراكشرز كمان موجوده في السوبيرو ميدياستاينم، كل شويه كل دايجرام بيوضح فيه استراكشرز تاني. نشوف كده ايه الاستراكشرز اللي هي موجوده المفروض في السوبيرو ميدياستاينم وما شفناهاش في الدايجرامز اللي هي فاتت. في حاجه عندي اسمها الثوراسيك داكت، البتاع اللي احنا شايفين ده، دي اللي هي اسمها الثوراسيك داكت. لو جينا نقول مكانها فين بقى في السوبيرو ميدياستاينم، موجوده على الليفت سايد بتاع الاسوفجس، على الليفت سايد اوف اسوفجس زي ما احنا شايفين. في حاجه مهمه قوي انا عايزه نقولها هنا، ان انا عندي التراكيه بتعمل بايفوركيشن لتو برونكاي. الليفل بتاع البايفوركيشن بتاع التراكيه ده يبقى انا كده عند الليفل بتاع الانجل اوف لويس، او الليفل بتاع الديسك بتوين الفورس اند فيفث ثوراسيك فيرتيبرا. يبقى خلاص، يبقى كده حدود ما فوقه يبقى سوبيرو ميدياستاين، تحت يبقى خلاص انفيرو ميدياستاين. ده الليفل بتاع البايفوركيشن. في حاجه ظهرت اهي اسمها ارش اوف ازايجوس. الازايجوس ده فين بيعمل درينج عندي للثوراسيك وول. الازايجوس فين، الازايجوس فين ده بيروح عشان يصب في السوبيريو فينا كاف بالجزء فيه اللي هو اسمه ارش. الازايجوس نفسه مش موجود هنا، الازايجوس هيبقى في البوستيرو ميدياستاينم، هنشوفه بعد كده. الارش اوف ازايجوس بيدخل السوبيرو ميدياس السوبيرو فينا كافا في مكانه، مكان دخوله فين؟ عند برضو الليفل بتاع الانجل اوف لويس. معنى كده ان هو هيبقى من ضمن الاستراكشرز بتاعه السوبيرو ميدياستاينم. ده طبعا مش كل الاستراكشرز بتاعه السوبيرو ميدياستاينم باينه هنا الدايجرام ده، عشان يبين عندي الثوراسيك داكت ويبين عندي كمان الارش اوف ازايبس. نيجي نشوف دايجرام كمان ليهم، بس طبعا هنا بيبين استراكشرز اكتر اللي هي موجوده عندي في السوبيرو ميدياستاين. طبعا هنا برضه الميدل ميدياستاينم موجود بالهارت بتاعه بالبريكارديوم بتاعه. نيجي نشوف بقى بالراحه كده، ادي السوبيرو فينا كافا وهنا الديسكشن للبريكوسيفاليك فينس الليفت والرايت. الارش اوف اورتا قدامي اهو، وده عندي نقول المفروض انتوا بقى اللي تقولوا، ده عندي الليفت سب كليفيان ارتري، الليفت كومان كاروتد، وده الانمونيت او البريكوسيفاليك ارتري. لو قلنا انمونيت صح وبريكوسيفاليك صح عشان بس ما نبقاش متلخبطين، يبقى دي الاستراكشر. برضو عندي هنا التراكي، خلوا بالنا كده احنا كده احنا يعني الليفل هنطلع لاعلى، احنا بنوصل عند الليفل بتاع الثوراسيك انلت بس. ده عندي التراكي، نبص نشوف بقى معايا ده مين، ده اللي هو الليفت فيجاس نيرف، وبعدين في الليفت ريكارنت لارينجيال نيرف، جنبه هنا لاترال له بيبقى عندي الليفت فرينك. هنعرف ازاي ان هو فرينك مش فيجاس؟ عشان نبقى عارفين الفرينك نيرف بيمشي عندي على اللاترال سايد بتاع البريكارديوم، ده اولا. تاني حاجه بيجي هنا عشان الفرينك نيرف ده عشان يروح يعمل سبلاي للدايفرام، الجزء اللي قدامي المصل اللي قدامي الكبيره قوي دي اللي هي الدايفرام. فالفرينك نيرف هنعرفه اللي عندي الفيجاس نيرف بيبقى ماشي في الجروف ما بين الليفت كومان كاروتد والليفت سب كليفيان لاترال له الفرينك. طب الفيجاس نيرف بيجي هنا، هو بيكمل برضو بس الفيجاس نيرف بيجي بوستيريور للبريكارديوم، اما الفرينك نيرف هيمشي على اللاترال سايد بتاع البريكارديوم، وهيبان قدامي هنا كده ان هو رايح للدايفرام. احنا طبعا كده بنتكلم على الليفت، ليفت فيجاس وليفت فرينك. نخلي بالنا حاجه مهمه جدا في الثوركس يا جماعه، ان لما كنتوا مثلا هناخد حاجه في الابر او اللور، الريليشن تبقى على الرايت سايد زي الليفت سايد في الابر او اللور، اما الثوركس ده هو جزء زي ما احنا شايفين نارو، فعشان كده الريليشن بتاعه الرايت الليفت سايد هتفرق عن الريليشن بتاع الرايت سايد. يعني ما ينفعش مثلا انا هنا بقول الفيجاس بتوين ليفت كومان كاروتيد وليفت سب كليفيان،
ما ينفعش اجي اقول الفيجاس هنا هيبقى فيه برضو نفس الكلام في الجزء ده، لا ده انا عندي هنا اللي هو البريكيوسيفاليك هو اللي قدام. فلما والريليشن بتاعت الفرينك في الجزء ده مختلف عن الريليشن بتاعت الفرينك اللي هو الرايت سايد، على اساس ان هو ان احنا عندنا الليفت سايد مختلف عن الرايت سايد. نيجي نشوف على الرايت سايد برضو، ادي الفيجاس وادي عندي الفرينك نيرف. عرفناهم من بعض ازاي؟ الفيجاس اهو، ده طبعا اللي هو البريكوسيفاليك ارتري، والبريكوسيفاليك ارتري بيجي عند الليفل فوق بقى شويه بعيد عن السوركس، بيتقسم لاثنين برضو، رايت كومان كاروتيد ورايت سب كليفيا، بس طبعا في ليفل اعلى من الليفل بتاع السبيروم ياستاينم او الثوراسيك اندت، في ليفل عالي شويه. اللي عندي الرايت فرينك بيبقى ماشي على اللاترال سايد بتاعت السبيرو فينا كاف، يبقى ماشي على اللاترال سايد بتاع الانمونيت البريكوسيفاليك فين وبعدين السبيرو فينا كاف، ويمشي على اللاترال سايد بتاع البريكارديوم ويروح برده عشان يدي عندي هنا في الدايفرام. يبقى ده دايجرام تاني عشان يبين لي برده الاستراكشرز اللي هي موجوده في السبيرو ميدياستاين. هنا ظهر وواضح قوي الفرينك نيرف، وشايفينه هنا كده ماشي على اللاترال سايدز بتوع البريكارديوم. معنى كده ان انا لما اجي اتكلم على الميدل ميدياستاينم ابقى متوقعه ان انا هلاقي فيه عندي مين؟ الفرينك. نيجي نشوف تاني السوبيرو ميدياستاينم دايجرام موضحه برضو. طبعا هنا الارش اوف اورطه بالبرانشز بتاعته ديسكتد، وبرده السوبيرو فينا كاف. ده التراكيه اسوفاجس، عندي الفيجاس نيرف اهو الليفت، وبعدين الفيجاس مكمل بوستيرير اهو، لكن قبل ما ينزل وهو نازل بوستيرير كده بيقوم مديني برانش، وهو في الليفل ده عند الارش اوف اورطه يلف كده ويرجع تاني. قلنا ان هو حركه اللف والرجوع دي بنسميه ريكارنت، وده اسمه ليفت ريكارنت لارينجيال نيرف. في عندي كمان الخضره دي اللي هي عندي اللي هي اسمها الثوراسيك داكت على الليفت سايد بتاع الاسوفكس. نيجي بقى احنا طبعا زي ما احنا شفنا قسمناهم الاستراكشرز من انتيريور لبوستيريور وعرفناهم، طب ما نقسمهم بقى تقسيمه تانية، ان احنا بنقول الكونتنت اللي هي موجوده ممكن نقول في فيزلز موجوده في السوبيرو ميدياستاينم، في نيرفز موجوده في السوبيرو ميدياستاينم، في فيسرا او ممكن نقول عليها تيوبز. نقول الفيزلز اللي موجوده ايه؟ لقينا السوبيرو فينا كاف، لقينا البريكوسيفاليك فينز رايت وليفت اللي هم التريبيوتورز بتاعته، لقينا الارش اوف اورطه والبرانشز بتاعته اللي هو البريكوسيفاليك ارتري ليفت كومان كاروتيد ارتري ليفت سب كليفيان ارتري، لقينا الثوراسيك داكت، والثوراسيك داكت هنعتبرها من الفيزل لانها ليمفاتيك، حاجه خاصه بالليمفاتيك. النيرفز اللي موجوده لقينا في عندي فرينك نيرف اللي هو الرايت والليفت، فيجاس نيرف رايت وليفت، ليفت ريكارنت لارينجيال نيرف، عشان كده احنا هنا قلنا ليفت ما قلناش ريكارنت لارينجيال نيرف وخلاص، لا قلنا ليفت بس لان الرايت موجود في جروف برضو ما بين التراكيه والاسوفاجس بس في ليفل اعلى من الليفل بتاع السوبيرو ميدياستاين. في طبعا عندي الفيجاس نيرف مع السمباثيك بيعملوا لي بليكسس اسمها كاردياك بليكسس برانشز والبالمونري بليكسس برانش، دي سمباثيك وبرد السمباثيك برانشز. الفيسرا اللي موجوده ايه؟ في اسوفاجس، في تراكيه، في حاجه بقى كمان اسمها السايمس جلاند، دي ريمننت اوف سايمس جلاند، دي بتبقى موجوده في التشيلدرن، دي بتبقى ريمننت كده بتبقى موجوده عندي في التشيلدرن، بنلاقيها موجوده في الانتيريور خالص، بتبقى وسط انتيريور حتى ان فرونت اوف بريكيوسفاليك فين كمان. نشوفها بقى كده السايمس جلاند، بصوا معايا كده، ادي السوبيرو ميدياستاينم زي ما احنا قلنا اباف البريكارديوم، ادي البريكارديوم يبقى خلاص اباف البريكارديوم يبقى كده سوبيرو ميدياستاين، زي ما احنا شايفين ادي السوبيرو في نكافا وادي البريكوسيفاليك فين الرايت وادي البريكوسيفاليك فين الليفت. لو جينا نبص كده هنلاقي فيها عندي السايمس جلاند انتيريور، اول ما اشيل المانيبرم استرناي بلاقيها قدامي على طول، مجرد ان احنا نشيل المانيبرم استرناي بنلاقيها موست انتيريور ستراكشرز. فانا عندي دي السايمس جلاند، بصوا معايا حاجه مهمه جدا، السايمس جلاند ما وقفتش عند السبير، ده جايه كمان قدام ان فرونت اوف بريكاردي، معنى كده انها هتبقى من الاستراكشرز بتاعه الانتيريور ميدياستاين. يبقى ده عندي السبيرو ميدياستاين والاستراكشر بتاعته طبعا عرفناها وقلناها وكررناها في اكتر من دايفرام، في اكتر من دايجرام.
نيجي بقى نشوف تاني، احنا عندنا قلنا ان احنا عندنا السوبيروميديستاينم واتكلمنا عنه، الاستراكشرز اللي هي بلو الليفل بتاع بتوين الاسترنال انجل تو الديسك بتوين الفورس اند فيفث ثوراسيك فيرتبري، ده عندي اللي هو الابر ليفل. الحاجات اللي هي الاستراكشرز الانفيرو تو ات بنسميها انفيرو ميدياستاين، قسمناها انتيرو ميدياستاين. طب حدوده ايه بقى الانتيرو ميدياستاينم؟ انتيرو ميدياستاينم هيبقى قدام، فيه عندي البادي بتاع الاسترنا، بوستيريور له هيبقى عندي البريكارديا. على الطول على التو لاترال سايدز بتاعه الانتيرو ميدياستاينم وبتاعه كل الميدياستاينم عموما زي ما احنا عارفين اللانج والبلورا، على التو لاترال سايدز، لان اللانج والبلورا هي اللي عامله الحدود بتاعه الميدياستاينم عموما. انفيرير هيبقى عندي الدايفرام، وطبعا سوبيريور اللاين اللي احنا قلنا عليه. ايه الاستراكشرز اللي موجوده فيها؟ الاستراكشرز اللي موجوده فيها هي زي ما احنا شايفين ده نارو سبيس جدا. الاستراكشرز اللي موجوده فيها زي ما احنا شفنا فوق كده كان في الساينس جلاند اللي هي جزء هيبقى نازل من السوبيرو ميدياستاينم على الانتيرو ميدياستاينم. والساينس جلاند غالبا لما بنيجي نتكلم عنها بنقول ريمننت اوف ساينس، لانها دي بتبقى موجوده في التشيلدرن. وبعدين كمان موجود عندي فات، موجود عندي تو ليجامنتس السوبيريور وانفيريور استرنو بيريكارديال ليجامنتس، ده عبارة من اسمه ان هو ليجامنت بيمسك لي ما بين الاسترنم وما بين البريكارديو، وطبعا فات وكمان فيه ليمف نودز. ده عندي الانتيرو ميدياستاينم اهو، ادي الساينس جلاند زي ما احنا شايفينها ريمننت، ونازله قدامي جزء صغير في الانتيرو ميدياستاينم، وبنقول عليها ريمننت لان احنا عندنا الساينس جلاند بتبقى موجوده اكتر في التشيلدر. نيجي نشوف بقى البوستيرو ميدياستاينم. طبعا احنا هنقول احنا ايه ده، احنا سيبنا الميدل ميدياستاينم في النص، احنا هنسيب الميدل ميدياستاينم لان هندخل منها على طول على الكلام على البريكارديوم، فاحنا هندخل على البوستيرو ميدياستاينم. البوستيرو ميدياستاينم اللي في الستار دي، البوستيرو ميدياستاينم ده هيبقى بوستيريور للبريكارديال ساك او البريكارديوم مع الهارت. وبعدين بوستيرو له ايه بقى، يعني معنى كده الانتيرو ريليشن بتاعته ان هو البريكارديوم. بوستيرو له هيبقى ايه؟ الفيرتبري الثوراسيك فيرتبري من رقم 5 تو 12 لحد رقم اخر فيرتبري خالص، اخر ثوراسيك فيرتبري. عندي السوبيريور هيبقى كونتينوس مع الاستراكشرز اللي هي موجوده في السوبيرو ميدياستاين. على التو لاترال سايد زي ما احنا قلنا بيبقى فيه البلورا واللنج. الانفيرو باوندري عشان ابقى قافلاه في النهايه، عندي الدايفرام لان دي الحدود بتاعه الثوراسيك انلت بتاع الثوراسيك كافيتي الثوراسيك اوتلت بتاعه الثوراسيك كافيتي على طول. يبقى البوستيرو ميدياستاينم اللي هو المنطقه دي، عندي انتيرور ليها بيبقى البريكارديوم، بوستيريور اللور ثوراسيك فيرتبري، على التو لاترال سايز هيبقى فيه لانج والبلورا، انفيريور بيبقى عندي الدايفرام، سوبيريور كونتينوس مع السوبيرو ميدياستاين. الاستراكشرز بقى اللي في البوستيرو ميدياستاينم هنشوفها دلوقتي. ده طبعا زي ما احنا شايفين كده، ده كده بريكارديوم مع الهارت والساينس زي ما احنا شايفينها. عشان نشوف السوبيرو عشان نشوف البوستيرو ميدياستاينم هنشيل البريكارديوم. ادي عندي الاستراكشرز ان بوستيرو ميدياستاينم. طيب انا اقدر اعرف فين الحدود بتاعته بالظبط؟ هقدر نقول ان احنا لما كنا بنتكلم على السوبيرو ميدياستاينم وقلنا ان في حاجه اسمها ان انا عندي التراكيه دي لما بتيجي تعمل بايفوركيشن عشان تعمل التو برونكاي، ده الليفل بتاع الانجل اوف لويس، الليفل بتاع الانجل اوف لويس. يبقى خلاص اي ستراكشر انفيرو ليها ده هيبقى عندي اسمه بوستيرو ميدياستاينم. زي ما احنا شايفين الجزء اللي قدامي ده الدايفرام، والدايفرام فيه اوبننج حتى باين قوي الاوبننج بتاعت الانفيرو فينا كاف. نشوف بقى الاستراكشرز اللي هي في البوستيرو ميدياستاينم. اول حاجه خالص عندي زي ما احنا شايفين موست بوستيريور خالص ده الديسندنج ثوراسيك اورت. بصوا معايا بقى كده، ادي القرش كان في السوبيرو ميدياستاينم اهو، وبعدين لف كده ونزل داون وورد عشان يعمل لي الديسندنج ثوراسيك اورت اللي هو قدامي ده، ده الديسندنج ثوراسيك اورتا قدامه. وعلى الرايت سايد شويه وهو فوق كده
وبعد كده طبعا هيلف in front of it. ده الاسوفجس اللي هو اللي احنا كنا شفناه في السوبيروميدياستاي. وبعدين الاسوفجس زي ما احنا شايفين عليه نيرفز، افتكروا معايا كده الفيجاس نيرف اهو، نيجي نشوف الفيجاس نيرف وهو في السوبيروميدياستاي. بصوا معايا كده، ادي الفيجاس نيرف اهو وهو في السوبيروميدياستاينم، نازل لحد عندي الارش بتاع الاورطه، وبعدين نزل بوستيريور للبريكارديوم، وجه هنا. هو ايه؟ هو فيجاس نيرف برضو، بس عمل لي حاجه اسمها اسوفيجيال بليكسس. طبعا الفيجاس انا بتكلم هنا عن الفيجاس الليفت، وبتكلم كمان على الرايت، الاثنين اهم لفوا وجم ان فرونت اوف اسوفجس وعملوا لي حاجه اسمها اسوفيجيال بليكسس. عشان كده ممكن تبصوا تلاقونا بنقول فيجاس نيرف من ضمن الكونتنت، او نقول عليها اسوفيجيال بليكسس. تعالوا على الرايت سايد شويه، في حاجه خضره كده موجوده اهي، دي عندي الثوراسيك داكت، دي قدامي كده، دي هي الثوراسيك داكت على الرايت سايد بتاع الاسوفجس. نقعد كده نفتكر احنا كنا كلمه الثوراسيك داكت دي اتكلمنا عليها في السوبيروميدياستاينم. اتكلمنا عليها في السوبيروميدياستاين، بس قلنا انها على الليفت سايد. اطلعوا معايا وبصوا كده، ايوه فعلا ده على الليفت سايد. هي احنا دلوقتي لما بنتكلم عليها وهي في السوبيروميدياستاينم بنقول هي رايحه فين، مكانها فين، وما بنتكلم عليها في البوستيروميدياستاينم بنقول مكانها فين. لكن لما اتكلم على الثوراسيك داكت كثوراسيك داكت وكورس، بعرف ان هي جايه منين وعامله كروسنج بوستيرو للاسوفجس من الليفت، من الرايت سايد، وراح على الليفت سايد، ده الكورس بتاعها. طبعا راح عشان تفتح هنا كده عند البريكلوسيفاليك فين هنا. يبقى البتاعه الخضراء اللي قدامي دي اللي هي الثوراسيك داكت. طيب نيجي نبص كده على الرايت سايد خالص، هنبص نلاقي عندي ده الازايجوس فين، الازايجوس فين السند اهو. وبرده احنا فاكرين ان احنا قلنا ان الازايجوس فين رايح يفتح في السوبيريور في نكافه بالارش بتاعه في السوبيريور ميدياستاين، ده الازايجوس فين. الازايجوس فين ده الفين اللي بيعمل درينج للثوراسيك وول. الازايجوس فين مفيش منه رايت ولا ليفت، هو الازايجوس فين موجود على الرايت سايد بس، بيعمل درينج للثوراسيك وول بتاع الرايت سايد بتاع الثوراسيك اوف ثوراسيك وول. طب يعني الليفت سايد بتاع الثوراسيك وول ملوش فينس درينج؟ لا، له فينس درينج بتاع سوبيريور وانفيريور هيمي ازايجوس، بس هم بيبقوا مستخبيين شويه في الديسندنج ثوراسيك اورت، عشان كده الدايجرام هنا مش مبين. لا، لكن يعتبروا كمان من ضمن الكونتنت سوبيريور وانفيريور هيمي ازايجوس فينس. يبقى ده الازايجوس فين نفسه اهو، وبعدين بيطلع السن لحد ما يوصل السوبيروميدياستاينم بالارش بتاعه يفتح في السوبير فينا كافا. يبقى دي معظم الاستراكشرز او الاستراكشرز اللي هي موجوده عندي في البوستيريور ميدياستاينم، زي ما احنا شايفين اللانكس والبلورا اللي هي كفرنج ليها اهي ريفلكتد اهي عشان نبينهم، لان ده الريليشن بتاعهم، اللاترال ريليشن بتاعه الميدياستاينم عموما مش البوستيريور بس. نشوف بقى دايجرام تاني هنا، طبعا ده البيفوركيشن بتاع او التراكيه. يبقى خلاص كده احنا سوبيرو ميدياستاينم، كده هنقول بوستيرور بقى مش هنقول انفيرور وخلاص، لان انا عرفت ان البوستيرور جزء من الانفيرور. ده الاسوفجس ديسكتد سوبيرو انفيرور اهو عشان يبين مين ده، ده الديسندنج ثوراسيك اورتا. امال مين اللي هنا؟ ده دي الثوراسيك داكت، وبعدين ده ايه؟ ده الارش، ده الازايجوس فين. وبصوا معايا كده، ده الارش بتاع الازايجوس فين. لو طبعا دول الاثنين على الرايت سايد بتاع الاسوفجس. لو جينا نبص كده اهوت، هنبص نلاقي في حاجه اللي لونها اصفر، دي السمباثيك تشين. السمباثيك تشين موجوده على الفرتبري هنا من فوق خالص لحد تحت، بس السمباثيك تشين مش هنعتبرها من الكونتنت بتاعه البوستيرو ميدياستاين. ليه مش هنعتبرها من الكونتنت بتاع البوستيرو ميدياستاينم؟ لانها مستخبيه او بوستيريور لللنج على طول، واحنا قلنا الميدياستاينم سبيس بتوين لانجز، بتوين لانجز ما ينفعش اي حاجه بوستيريور لللنج نقول عليها كونتنت. امال ايه اللي طالع منها ده؟ ده عندي اللي هم اسمهم سبلانكينج نيرفز. السبلانكينج نيرفز، السبلانكينج نيرفز دي بتاعت اللي هي البرانشز من السمباثيك تشين، لا دي من الكونتنت بتاع البوستيرو ميدياستاين. يبقى البوستيرو ميدياستاينم ديسندنج ثوراسيك اورتا اسوفجس
ثوراسيك داكت او ازايجوس فين، وهيمي ازايجوس سوبيريور وانفيريور على الليفت سايد، وسبلانكينيك نيرفز، وكمان الفيجاس نيرفز رايت وليفت، بس هنا ممكن نقولنا هنسميهم اسفجيال بليكسس. اسفجيال بليكس ده عندي اللي هو الكونتنت اوف بوستيريور ميدياستاينم. دايجرام واضح شويه اهو. هنا بقى عشان ما يبقاش فيه لخبطه، الكونتنت بتاعت البوستيريور ميدياستاينم بص متغطيه اهي لوحدها، حوالي السمباثيك تشين ماليش دعوه بيها، ماليش دعوه بيها، لكن السبلانكينج نيرفز بتاعتها اه ليا دعوه بيها، دي من الكونتنت بتاعت البوستيريور ميدياستاينم. ازايجوس فين اه ازايجوس فين موجود اهو عندي. ثوراسيك داكت ايوه موجود. اسوفجس والفيجال نيرفز اللي هم رايت وليفت موجودين وعاملين اسفجيال بليكسس اه موجودين. في الديسندنج ثوراسيك اورتا موجود. هيمي ازايجوس سوبيريور وانفيريور المفروض موجودين. نشوف بقى كده معايا الازايجوس فين اهو ماشي، وبعدين ده عندي الارش بتاع الازايجوس، بس الارش اوف ازايجوس قلنا ان انا عندي في السوبيريور ميدياستاين. ده دي يبقى الحته اللي هي مستخبيه، الجزء اللي هو مستخبي بالشادو الاحمر اللي احنا شايفينه ده، ده عباره عن انه كونتنت اوف بوستيريور ميدياستاين. نيجي نشوفها تاني، نشوفه من فوق بقى. ده عندي مين؟ انتوا المفروض نبقى عارفين ده الفيجاس ليفت ونازل اهو. طبعا قبل ما ينزل هنا كده اداني ليفت الكرنت لارينجيال. ده عندي الرايت خلاص نازل برضو اهو عشان يعمل لي، ممكن نقول فيجاس او نقول اسفجيال بليكسس خلاص. وبعدين ثوراسيك داكت، بصوا معايا الثوراسيك داكت لما ظهرت في السوبيريو ميدياستاينم اهو، وراحت فتحت هنا ازايجوس فين، وبعدين الارش بتاعه اهو عشان طبعا يفتح في السوبيرو فينا كاف. ديسندنج ثوراسيك اورتا اللي قدامي، يبقى ده بوستيريور ميدياستاين. وطبعا الاستراكشر اللي في السوبيرو برضو باينه، او جزء من الاستراكشرز اللي في السوبيرو، يعني انا عندي الارش اوف اورتا بس ما ديسكتد، وعندي البرانشز بتاعته برضو مش باينه كلها. نيجي بقى نتكلم على على الميدل ميدياستاينم. لما نتكلم على الميدل ميدياستاينم ده دايجرام احنا شفناه قبل كده، النيرفز اللي هم اللي احنا قلنا عليهم نفتكرهم بقى، افتكروا معايا كده اللي هم كانوا جايين ديسند فروم سوبيريور كده ماشيين على اللاترال سايد بتاع البريكارديوم تو ريتش الدايفرام على التو سايدز رايت وليفت. احنا التو نيرفز دول قلنا عليهم الفرينك نيرفز. الميدل ميدياستاينم عباره عن انه البريكارديوم مقفول زي ما احنا شايفين، وفي ستراكشر انسايد ات وستراكشر اوت سايد ات. الاستراكشرز اللي هي اوت سايد ات منهم الفرينك نيرفز. طيب ايه الاي تي ايه الاستراكشر اللي هي انسايد ات؟ هنشوف دايجرام طبعا موضحها. عندي طبعا الفيجاس نيرف عشان بس ما نتلخبطش نفسنا، الفيجاس نيرف اهو الرايت والليفت الاثنين بيبقوا موجودين في السوبيريو ميدياستاينم، وبعدين يمشوا بوستيريور عندي للبريكارديوم، عشان كده ما اقدرش اقول عليهم كونتنت من الميدل ميدياستاينم. نشوف بقى دايجرام اوضح ليها. عندي هيبقى فيه موجود الكونتنت اللي موجوده عنده هنا اللي فيه هنا اللي هي قدامي الهارت بالجريد فيزلز بتاعته، طبعا ده قلنا انسايد البريكارديوم. الجريد فيزلز اللي هي عباره عنها ايه؟ عندي السوبيرو فينا كافا، عندي الاسندنج اورتا، عندي كمان البلمونري ترانك اللي هي الجريد فيزلز اللي هي بتاعت الهارت، وطبعا الليفت والرايت برانشز بتاعت البلمونري ترانك. عندي كمان السوبيرو فينا كافا وهو داخل الهارت. في ستراكشرز كمان بتبقى اوت سايد البريكارديوم، بيبقى احنا لو احنا فاكرين التراكيه كنا بنقول عند الليفل بتاع الانجل اوف لويس بيجي يعمل ديسكشن، بيجي يعمل بايفوركيشن، سوري بيجي يعمل بايفوركيشن عشان يعمل ليفت ورايت برونكاي. التراكيه وهي بتعمل البرونكاي يبقى احنا عندنا البايفوركيشن بتاعت التراكيه ده موجود هو كمان. في عندي كمان فرينك نيرف زي ما احنا قلنا، وفي الديب كاردياك بليكسس، في كمان ليمف نودز. يبقى الكونتنت عندي عباره عن الهارت والجريد فيزلز بتاعته، في عندي البيفوركيشن بتاع التراكيه، في الفرينك نيرفز، وفي ليمف نودز. ده زي ما احنا شايفين اهو، ده عندي كده البريكارد الهارت انسايد البريكارديال كافيتي. طب احنا بقى دلوقتي عايزين ندخل نتكلم على البريكارديوم. ايه بقى البريكارديوم ده؟ بصوا معايا كده للايدجز اللي هي موجوده دي،
الايجز اللي هي موجوده اللي هي ديسكت دي، الايجز دي عباره عنها البريكارديوم. الهارت زي ما احنا قلنا في الاول خالص ده فايتال اورجان، والفايتال اورجان خلاص نحطه كده في وسط بوني كافيتي وخلاص يبقى كده بروتكتد؟ لا، مش مجرد البون هيعمل له بروتكشن، ده كمان لازم يبقى فيه كفرنج بتاعه هو نفسه. الكفرنج بتاعه احنا عندنا اسمه بيريكارديوم، اللي احنا اللي هو المعمول ده ديسكشن له. البريكارديوم مش لاير واحد، البريكارديوم تو لايرز. الاوتر لاير اسمه فايبرس بريكارديوم اللي هو ديسكتد ده، الانر لاير اسمه سيرس بريكارديوم. سيرس بريكارديوم، السيرس بريكارديوم هيبقى مقسوم لجزئين، بارايتال وفيسرال. بارايتال بريكارديوم وفيسرال بريكارديوم. الفايبرس بريكارديوم عامل زي الافر الاوتر كفرج كده بتاع اي حاجه مغطيه وان يونت، حتى ما بيبقاش مخلي المعالم بتاعه الهارت كده واضحه، بيبقى مغطيه كله، ومش مغطيه هو كمان، ده مغطي كمان بدايات الفيزلز زي ما احنا شايفين كده. يبقى الفايبرس بريكارديوم من اسمه كده فايبرس، فايبرس تيشو مغطي الهارت. طب شكله ايه الفايبرس بريكارديوم؟ بصوا معايا على الديسكت ايدج دي واحنا نقدر نعرف شكله ايه. شكله بيبقى كونيكال ان شيب، كونيكال ان شيب، او فيه ممكن تقروها تبص لقوا حد بيقول فلاسك ان شيب. له ايبكس اللي هي فوق دي، وله بيز، وله سايدز هنا وهنا. الايبكس بتاعته زي ما احنا شايفين بتبقى كونتينوس مع الاوتر كوت بتاع الجريد فيزلز. هم ايه الجريد فيزلز اللي انا عماله اقول جريد فيزلز جريد فيزلز؟ جريد فيزلز دي اللي هي الفيزلز اللي هي بتاعه اللي بتخرج من الهارت في بدايه، في بدايه الفيزلز اللي هي بتخرج او بتدخل الهارت، يعني السوبيرو فينا كافا، اسندنج اورطه، بالمونري ترانك. ما في كده فيزل كمان من الجريد فيزلز ما قلناهوش، اللي هو انفيرو فينا كافا. انفيرو فينا كافا اللي هو طبعا ما دام انفيرو جاي من تحت، ده عندي الدايفرام، الانفيرو فينا كافا بيدخل الدايفرام من جزء اسمه السنترال تندون بتاع الدايفرام، وما يعتبرش متغطي بالفايبرس بريكارديوم، عشان كده ما بنقولش عليه من الحاجات اللي هو مغطيها الفايبرس بريكارديوم. يبقى الفايبرس بريكارديوم له ايبكس، الايبكس دي كونتينوس مع الاوتر كوت بتاعه الجريد فيزز، عشان كده لما حصل عملنا ديسكشن لقيناه موجود كده ماسك في الاوتر كوت بتاعه الجريد فيزز اللي احنا قلناهم الثلاثه اللي قلناهم دول، ما عدا الانفيرو فينا كافا لان الانفيرو فينا كافا ملوش دعوه. طب البيس بتاعته بقى زي ما احنا شايفين اهي، البيس بتاعته اتاتشد للسنترال تندون بتاع الدايفرام. طيب ده بس له لاترال سايد من الجنبين، لاترال سايد بتاعته هتبقى ريليتد لللنج والبلورا، هتبقى ريليتد لللنج والبلورا. انتيريور البريكارديوم بيبقى فيه جزء مهم جدا، افتكروا معايا كده الانتيرو ميدياستاينم لما اتكلمنا عنه وقلنا عندي الانتيرو ميدياستاينم فيه تو ليجامنتس سوبيريور وانفيريور استرنو بريكارديال ليجامنت، دول عباره عنهم ليجامنتس ماسكه الفايبرس بريكارديوم مع الباك بتاع الاسترنوم. يبقى انتيريور الفايبرس بريكارديوم ريليتد للاسترنوم واتاتشد تو ات باي سوبيريور اند انفيريور استرنو بريكارديال. بوستيريور بقى البريكارديوم ريليتد لايه؟ كل الاستراكشرز اللي موجوده عندي في البوستيريو ميدياستاين، لان هو اللي فاصلها عن انتيريو ميدياستاين. يبقى عندي البريكارديوم عباره عن انه تو لايرز، فايبرس ده اللي هو الاوتر، فايبرس cover الهارت as a whole مع الجريد فيزلز، وانر لاير اللي هو السيرس بريكارديوم اللي هو بيتكون من فيسرال وبرايتال. فايبرس بريكارديوم شكله كونيكال ان شيب، له ايبكس دايركتد ابورد كونتينوس مع الاوتر كوت بتاع الجريد فيزلز، بيس اتاتش تو الدايفرام او السنترال تنتوم بتاع الدايفرام. anterior surface فيه عندي two ligaments anterior superior و inferior sterno pericardial ligament على two lateral sides related لل lungs وال pleura posterior related لل structure in posterior mediastinum. بص لو احنا جينا نبص البريكارديوم، بصوا معايا كده مغطي الهارت as a whole، مغطيه كله as a whole، وبعدين لما عملنا له ديسكشن عشان يبان شكل الهارت بقى وشكل التشيمبرز بتاعته
لازم نشيل الفايبرس بيريكارديوم، فده الديسكتد بيريكارديوم زي ما احنا شايفين، قلنا ايبكس بيس التو سايدز بتوعه والانتيريور سيرفس طبعا اللي هو هنا، والبوستيريور اللي هو ريليتد للبوستيريور ميدياستاين. لو جينا نراجع تاني الكلام على الفايبرس بريكارديوم زي ما احنا قلنا، بنقول ان هو فلاسك ان شيب او بنقول كونيكال ان شيب، عامل له طبعا نيك او له ايبكس كونتينوس ابورد مع الاكسترنال كود بتاعت الجريد فيزلز، البيس اتاتشد للسنترال تنتوم بتاع الدايفرام، اتاتشد للبوستيريو سيرفيس بتاع الاسترنوم بالسوبيرو، ده طبعا من انتيريور سيرفيس بتاعه للسوبيرو والانفيريور ستيرنو بيريكارديال ليجمنت، والجريد فيزلز اللي هي بتاخد فايبرس برولونجيشن من البريكارديوم، قلنا ان احنا عندنا السوبيرو فينا كاف بالمونري ترانك والاسندنج اورتا، قلنا الانفيريور فينا كافا مفيش له كفرنج من الفايبرس بريكارديوم لانه بيدخل من السنترال تندوم بتاع الدايفرام، ما بيبقاش فيه كفرنج من الفايبرس لاير بتاع البريكارديوم. نيجي بقى على السيرس بريكارديوم. السيرس بريكارديوم ده اللي بيغطي الهارت اتسيلف تو لايرز، برايتال وفيسرال. البرايتال لاير بيبقى عامل لايننج للانر سيرفيس بتاع الفايبرس بريكارديوم، وريفلكتد حوالين بقى الاستراكشرز اللي هي موجوده عندي في الهارت. امال الفيسرال ده ايه؟ الفيسرال ده مغطي الهارت سيرفيس اتسيلف، لدرجه ان احنا بنقول ان هو اصل اساسا هو عباره عن انه الاوتر سيرفيس بتاع الهارت اللي هو بنسميه الابيكارديوم. زي ما احنا بنقول بقى، يبقى في عندي البريكارد الفيسرال لاير بتاع البريكارديوم، وبعدين في البرايتال لاير، ما بينهم في سبيس او كافيتي نارو بنسميها بريكارديال كافيتي، بيبقى ما بينهم الاثنين، وبيبقى في بريكارديال فلويد، ده عشان يسمح لي بالفريلي موفمنت بتاعه الهارت. نشوف ازاي الهارت دخل عندي في البريكارديال ساك. البريكارديال ساك دي اللي هي عباره عنها السبيس اللي هي ما بين الفيسرال بريكارديوم والبرايتال بريكارديوم. عندي طبعا اللي بيحصل ده بيحصل في الامبريولوجي ديورنج الديفلوبمنت بتاع الهارت. عندي الهارت اهو هنمثله بالايد دي. البريكارديال ساك اللي هي الفيسرال والبرايتال لاير دي هنمثلها بالبالونه اللي هي مقفوله هنا عشان يبقى التو لايرز بتوعها موجودين. الهارت دخل اتغطى الفيسرال لاير على الهارت على طول اللي هو عمل الايبيكارديوم بتاعته. طبعا انتوا اكيد كلمه ايبيكارديوم دي عارفينها في الهيستولوجي. وبعدين طبعا ما دام عمل الجزء ده اللي هو الفيسرال عمل الايبيكارديوم، وبعدين الجزء اللي هو البرايتال ده اللي هو هيعمل ريفليكشن عشان يحصل له ريفليكشن كده عشان يغطي الانر سيرفيس بتاع الفايبرس. الفايبرس بقى اللي جاي مغطيه كله كانها كفرنج للهارت كله ككل، اللي هو البرايتال، سابوا سبيس ما بينهم كده اللي هي اسمها البريكارديال كافيتي زي ما احنا شايفين اهو. يبقى الهارت دخل من ناحيه الفيسرال، وبعدين البرايتال عمل ريفليكشن كده عشان يجي يغطي يعمل لايننج، سوري مش يعمل، مش يغطي، يعمل لايننج للفايبرس بريكارديوم. الفايبرس بريكارديوم بقى بيجي يغطي الهارت بالسيرس بريكارديوم بتاعته. طب نرجع نراجعهم تاني اللايرز بتاعت البريكارديوم. في عندي اول حاجة خالص اللي هو عبارة عن ان هو تو لاير مكون سوبرفيشال فايبرس بريكارديوم، ده اللي بيغطي الهارت بجريد فيزلز بالتو لايرز بتوع السيرس بريكارديوم، اللي هم ايه بقى التو لايرز بتوع السيرس بريكارديوم؟ برايتال لاير ده اللي عامل لايننج للانر او الانترنال سيرفيس بتاع الفايبرس بريكارديوم، وبعدين في عندي الفيسرال بريكارديوم ده اللي هو بنسميه الابيكارديوم اوف ذا هارت، ده اللي هو لاين السيرفيس بتاع الهارت نفسه. الاثنين برايتال وفيسرال سيبريتد بفلويد فيلد بريكارديال كافيتي اسمه البريكارديال كافيتي. ايه الفانكشن بقى بتاعت البريكارديوم وربنا خلقه ليه؟ البريكارديوم ده عشان يعمل لي مينتين السنترال تندون بتاع الهارت. ما احنا قلنا ان الهارت ده فايتال اورجن، مش بس البون اللي هيحميه، وكمان هو مش محتاج بس حمايه، ده محتاج حاجات تانية. مينتين السنترال بوزيشن بتاع
السنترال بوزيشن بتاع الهارت. تاني حاجه عشان ما يحصلش اوفر ديستنشن بتاع للهارت، الهارت ده شغال طول النهار بالخمس الفايف ليترز بتوع الهارت دول، ما ينفعش ان هو يعمل لي اوفر ديستنشن اوف بلاد. يعمل كمان ان احنا قلنا الفايبرس بيريكارديوم ده كونتينيوس مع الاوتر كود بتاعت الجريد فيزلز، عشان كده ما يخليش اللارج فيزلز دي سواء الاورطه او البلمونري ترانك او السبيرو فينا كافا يحصل لهم اي افكت بالكاردياك او الريسبيراتوري موفمنت. ده طبعا الفانكشن اللي هي بتاعت البريكارديوم. دول اللايرز زي ما احنا قلنا، ده الهارت اهو طبعا اوتر خالص هيبقى عندي الفايبرس وبعدين برايتال وبعدين الفيسرال اللي هو على الهارت. نشوفه بقى كده، بص معايا كده، ده الفايبرس بيريكارديوم اللي هو عامل كفرنج على الهارت كله بالسيرس بيريكارديوم بتاعته، وبعدين الفايبرس بيريكارديوم على الانر سيرفيس بتاعته لقينا فيها عندي البرايتال بيريكارديوم، وبعدين على الاوتر سيرفيس بتاع الهارت اتسلف الفيسرال بيريكارديوم اللي احنا قلنا هنسميه ايبيكارديوم. طبعا السبيس اللي هي اللي فاتحه دي عندي اللي هي البريكارديال كافيتي اللي فيه الفلويد. بصوا الهارت نفسه، الهارت نفسه كتيشو اكيد خدناه في الهيستولوجي، عندي الايبيكارديوم مايوكارديوم اندوكارديوم، ده الاندوكارديوم ده اللي هو السطح منه اللي هو بيبقى كونتينوس مع او كونتاكت مع البلاد اللي هو جوه في قلب الهارت. ده اللايرز اللي هم اللايرز بتاعه البريكارديوم. نيجي بقى نشوف البريكارديوم بالارتيريال سبلاي والفينا سبلاي بتاعه. البريكارديوم لو رجعنا تاني وقلنا ان هو الفايبرس، عارفين ان احنا عندنا فيه فايبرس وفي عندي سيرس. الفايبرس زي ما احنا قلنا ان هو كونتينيوس مع الاوتر كود بتاعه الجريد فيزلز، اللي هي الاوتر كود دي لو احنا عارفين في الهيستولوجي اسمها الادفنتيشيا، الادفنتيشيا بتاع الاورطه والبلمونري ترانك والسيبيرو فينا كافا. طبعا زي ما احنا قلنا الانفيرو فينا كافا مالناش دعوه بيه، لان الانفيرو فينا كافا داخل من السنترال تندون بتاع الدايفرام. الانر كان الانر لاير اللي هو كان سيرس فيسرال وبرايتال، هم دول اللايرز بتاعه البريكارديوم. ليهم بلاد سبلاي طبعا وليهم نيرف سبلاي. عندي الفايبرس بيريكارديوم والبرايتال لاير بتاع السيرس بيريكارديوم، اتنين دول الارتيريال سبلاي بتاعهم متشابه، الفيسرال لاير مختلف عنهم. الفيسرال لاير ده احنا قلنا عليه يا جماعه اسمه الايبيكارديوم، الايبيكارديوم ده جزء من الهارت، معنى كده ان هو زي ما الهارت بياخد هياخد، يعني الهارت بياخد هنعرف بعد كده بياخد كورونري، خلاص يبقى هياخد كورونري ارتري، هيعمل فينس درينج في الكاردياك فينز، هيعمل فينس درينج في الكاردياك فينز. طيب الهارت النيرف سبلاي بتاعه سمباثيك خلاص او اوتونوميك، يبقى خلاص ده اوتونوميك، معنى كده ان هو مفيش سنسيشن للفيسرال لاير. امال ايه بقى البرايتال والفايبرس البلاد سبلاي بتاعهم والنيرف سبلاي بتاعهم ازاي؟ بلاد سبلاي بتاع البرايتال والفيرال والفايبرس عندي بريكارديو ثرينيك والانترنال ثوراسيك ارتري. الفينس درينج هيبقى الانترنال ثوراسيك فين. النيرف سبلاي هيبقى الفرينك نيرف، الفرينك نيرف اللي احنا قلنا ان هو ماشي على التو اللاترال سايدز بتوع البريكارديوم في الميدل ميدياستاينم زي ما احنا شفناه، وبيوصل لحد الدايفرام. الفرينك نيرف ده هيعمل له السنسوري سبلاي بتاعه، يعني السنسيشن بتاع الهارت بتاع البين بتاع الهارت ما بيجيش من الهارت نفسه، ده بيجي من البرايتال لاير بتاعه السيرس بريكارديوم. يبقى دلوقتي الفيسرال لاير ما فيهوش بين سنسيشن، وعرفنا البلاد سبلاي بتاعه زيه زي الهارت، كورونري وكاردياك فينز، كورونري ارتري وكاردياك فينز، واوتونوميك نيرفس سيستم. برايتال لاير وفايبرس بريكارديوم بياخد بريكارديو فرينيك ارتري وانترنال ثوراسيك ارتري، نيرف سبلاي فرينيك نيرف. نيجي بقى نشوف حاجه مهمه قوي في البريكارديوم اللي عندي. احنا قلنا ان في حاجه اسمها البريكارديال كافيتي، البريكارديال كافيتي ده اللي هو عباره عن انه الكافيتي بتوين البرايتال لاير والفيسرال لاير بتاع السيرس بريكارديوم، كده انا ماليش دعوه بالفايبرس بريكارديوم، فايبرس بريكارديوم مغطي من براهم. فعندي الساينس اللي احنا هنبقى عارفينها دي في البريكارديال كافيتي عباره عن انها ايه، ساينس يعني اجزاء واسعه شويه، مكان متسع شويه.
طبعا الحاجات دي بتحصل ديورنج الامبيرولوجي بتاع الهارت، ديورنج الديفلوبمنت بتاع الهارت. الفيسرال لاير بيعمل لايننج للهارت ولكل جزء من الهارت، ده اللي هو الايبيكارديوم بتاعه، وبعدين يعمل ريفليكشن عشان يعمل لي بارايتال لاير. البارايتال لاير يروح يعمل لي ريفليكشن على الانر سيرفيس بتاع الفايبرس لاير، في بعض الاماكن يبقى فيه اتساع شويه وتعمل لي ساينسز. ليه الاماكن دي بالذات؟ عشان الاماكن دي بالذات بتبقى فيها فروق في الديفلوبمنت، يعني الاماكن دي بتبقى مثلا ارتيريال سايت وفينس سايت، زي ما احنا شايفين كده عندي الاورطه والبلمونري ترانك، دول الاثنين ارتيريال ارتريس، واللي في الامبيرولوجي بتاعهم بيطلعوا من مكان واحد. السوبيرو فينا كافا ده ملوش برضو بعيد، ده فينس. عشان كده لما بيكون في الفيسرال لاير بيغطي هنا وبعدين يجي يغطي هنا فيعمل لي سبيس، السبيس دي هي سبيس صغيره بس بنقول عليها ساينسز. نفس الحكايه دول البلمونري فينس، البلمونري فينس برضو نفس الكلام، لما بيبقى الهارت بيجي عندي البريكارديوم بيبقى مغطي الهارت ويجي يعمل ريفليكشن عند البلمونري فينس يعمل لي ساينس. الساينسز دول بنسميهم ترانزفيرس ساينس واوبليك ساينس. احنا المحاضره دي هنعرف اساميهم بس ومعمولين ازاي. المحاضره الجايه ان شاء الله لما ناخد الاكسترنال فيتشرز اوف ذا هارت هنعرف بالظبط نقدر نقول في الريليشنز بتاعتهم، لان هنبقى عرفنا الاجزاء بتاعه الهارت كويس، نقدر احنا نجيب الريليشن بتاعتهم بمنتهى السهوله. يبقى عرفنا دلوقتي ان في اتنين ساينسز ريليتد للسيروس بريكارديوم اللي هم اسمهم ترانزفيرس ساينس واوبليك ساينس. ايه بقى هما الساينسز دي؟ زي ما احنا بنقول لاينز اوف ريفليكشن بتوين فيسرال اند بارايتال بريكارديوم فورم تو بريكارديال ساينس، اللي هما ايه قلنا؟ ترانزفيرس بريكارديال ساينس واوبليك بريكارديال. واحنا بريكارديال ساينس ليه بندرسهم؟ لان اكيد ليهم اهميه كلينيكال. الترانزفيرس بريكارديال ساينس طبعا دي الريليشن بتاعته هنبقى نعرف مكانها فين. ده مكانه رافلي كده، هو انتيرو للسوبيرو فينا كافا وبستيرو للاستندج والبلمونري ترانك. معنى كده ان هو عباره عن انه ساينس ما بين ارتيريال سايت وفينس سايت، مكان كان فيه فين ومكان فيه ديفلوبمنت بتاع ارتريس. الاوبليك ساينس لايز بوستيريور للهارت، بيبقى موجود بوستيريور للهارت. لما هنعرف الاكسترنال فيتشرز بتاعت الهارت هنقدر بس نبقى عارفين ادي مكانه، ده عندي مكان الترانزفيرس ساينس وده مكان الاوبليك ساينس، مكانهم كده رفل. ان شاء الله المحاضره الجايه هنشوف الدايجرام ده برضو، بس ساعتها بقى هنبقى عرفنا ده ايه ودي اسمها ايه وكل حاجه، واحنا اللي هنقدر نقوله بالظبط هو مكان الريليشن. لما اجي اقول ايه الريليشن بتاع الريليشنز بتاعت الترانزفيرس ساينس او الاوبليك ساينس. وبكده ان شاء الله المحاضره دي تبقى خلاص خلصت، اللي هي الميدياستاينم والبريكارديوم. وإن شاء الله ميعادنا في المحاضرة الجاية اللي هي بتتكلم عن الاكسترنال فيتشرز بتاعة الهارت. شكرا.